هو هدي، هو لان في ام هاديه قدامه، في ام يعني مش بتحرمه من باباه. طيب انا هقطعك يا منى في حاجه. فاتفضلي. ماشي، جميل كلامك قوي، بس هي الفكره كلها النهارده حصل انفصال زي ما قلنا بين الاب والام، والاولاد بداوا هم يبقوا في الوسط. تمام. اكيد برضو هينوبهم من الحب جانب في الحالات النفسيه برضو، يعني تمام. مش في كل الوقت ان الانفصال حل هيعالج الاولاد، لا يعني هي طبعا. لا، في اولاد بيبقوا متعلقين بالاب والام وبالتالي ما يقدروش يتباعدوا عن الولد، طرف احد الوالدين يعني. تمام. لكن النهارده ان انا عايزه اخش في نقطه تانية خالص، ان اتفضل. الزوج بيضغط على الزوجه بالاولاد، مش هتشوفيهم مثلا، واجري بقى في المحاكم، محكمه الاسره، واجري في المحاكم. وده اتكلمت ناس كتير جدا معايا فيه، في جزئيه ان انا هو دلوقتي مش عايز يديني الاولاد وهم في حضانتك، بس اجري بقى في القانون والمحاكم عشان تاخدي الاولاد وتكوني من المستحقه لحاجه زي كده.